من جهته قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إن التاريخ يسجل أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تطبق سياسة الأرض المحروقة عبر استهدافها للبنية التحتية والأساسية من مستشفيات ومدارس ومحطات مياه. وخلال كلماته في الجلسة الافتتاحية لأسبوع القاهرة السادس للمياه، أضاف أبو الغيط أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تسعى لدفع سكان غزة المنكوبين للهجرة خارج القطاع بقصفهم عشوائيا وحرمانهم من أدنى حقوقهم الأساسية وهو الحق في المياه والغذاء والعلاج. وقلوبنا مع غزة الجريحة، غزة التي ترتكب فيها إسرائيل مرة أخرى وعلى مرأى العالم جريمة جديدة تضاف إلى سجل جرائمها المليء بما ارتكبته من انتهاكات ممنهجة منذ النكبة في عام 48-49، رغبة منها في استكمال مخططها بدفع سكان غزة المكونين أصلاً من لاجئين إلى الهجرة مرة أخرى، وذلك بقصفهم عشوائياً، ولكن أيضاً من خلال حرمانهم من أدنى الحقوق الإنسانية، وأعني هنا الحق في المياه والحق في الغذاء والحق في العلاج وكل الحقوق الإنسانية الأخرى. سيسجل التاريخ مرة أخرى أن إسرائيل تطبق بلا رحمة سياسة الأرض المحروقة عبر استهدافها المقصود لمحطات المياه والصرف الصحي والمستشفيات في غزة من شمالها إلى جنوبها بأسلحة شديدة التدمير لفرض التهجير الفلسطيني بشكل قسري، سعيا منها لتصفية قضيتهم على حساب حقوقهم وعلى حساب دول الجوار.